اهلا فيكم بفقره جديده من حابب تعرف. اليوم رح نكون معكم برياضه صعبه وبدها لياقه وتركيز كتير. التايكوندو هي رياضتنا اللي رح نتعرف عليها عن قرب اكثر ونعرف شو هي، واللي رح تعرفنا عليها هي البطله الاولمبيه دانا حيدر. مرحبا دانا. اهلا سميحه. دانا، بدايتنا بدنا نتعرف على معنى كلمه تايكوندو. اوكي. هلا التايكوندو هي عباره عن رياضه كوريه. التاي هو قبضه الايد، كون هي القدم، والدو انه ميكس مارشال ارتس، يعني هي يعني مزيج من الرجلين والايدين. بس طبعا يعني التايكوندو بتتميز انه 70% من اللعب بيكون بالرجلين، وبنقدر نحكي 30% بقبضه الايد وديفنس، دفاع وهيك شيء. طيب ممكن تحكي لنا اكثر كيف بتنلعب هاي اللعبه وايش هي القوانين هاي الرياضة؟ هلا التايكوندو هي مقسمه لثلاث اقسام نحكي. عندنا السبارينج اللي هو الفايت، القتال العادي بالجيم، وفي عندنا البومسي اللي هو حركات متتاليه بتكون على يعني على الهواء، ما في تارجت قدامك. وفي عندنا الشو ديمونستريشن، يعني الاستعراض، فريق العروض. هلا احنا يعني المميزه رياضة التايكوندو، انا كلاعبه قتاليه، فمن قوانين اللعبه هي بتيجي ثلاث جولات، بتكون الجيم عباره عن ثلاث جولات، كل جوله بتكون دقيقتين وبريك دقيقه استراحه بين الجولات. اوكي. بالنسبه للباس والسلام في هاي الرياضه. تمام. هلا اللباس زي ما انت شايفه واليوم مجربه معنا، هو عباره عن بدله تايكوندو بيضه بتكون ومع حزام، وبتكون هلا خلال الفايت بيكون في زي واقي راس وواقي صدر، واكيد ايدين ورجلين، وكل يعني هي بتتميز رياضه التايكوندو انه بتحمي كل الجسم بالواقيات. وجديد صار عندنا قانون الواقي الالكتروني، فبنلبس زي سنسور على الرجل بالقدم، والالكتروني الواقي العادي اللي بيجي هون. أوكي. وواقي الراس كمان جديد قاعدين عم بيعملوه كمان الكتروني. هلا الالكتروني كيف يعني شو الفرق بينه وبين الواقي العادي؟ هلا الواقي العادي بيكون في عندنا حكام حوالين، زي اربع حكام حوالين الملعب، هم بيحسبوا النقاط اللي بيشوفوها انها نقاط. الواقي الالكتروني يعني صار انصف اللاعبين اكثر، صار ما بتنزل اي بوينت الا لما نحكي السنسور اللي بالقدم هون بلمس الواقي، السنسور الواقي السنسور اللي على الواقي بالضبط، فبتنزل يعني بشكل الكتروني على يعني ادق بالضبط. حلو. بتحكي لنا هلا شوي عن الاحزمه، ايش الوانها وشو الفروقات بينها؟ هلا بالتايكوندو كثير في مراحل، في عندنا اول ما يفوت اللاعب بيكون حزام ابيض، لما يبلش يترفع في عندنا الحزام الاصفر، حزام الاخضر شحطه، اخضر شحطتين، الحزام البني شحطه، بني شحطتين، حزام الازرق شحطه، ازرق شحطتين. أوكي. وفي عندنا الاحمر شحطه واحمر شحطتين، بعدين بالاخر بصير الاسود. هلا بعد الاسود في عندنا دانات، اللي الترتيب يعني اسود حزام اسود، دان واحد، دان اثنين، دان ثلاثه، لا عندنا اخر شيء دان تسعه. وطبعا في فترات زمنيه لازم تكون بين كل حزام والثاني، قد ايه هاي هي الفتره الزمنيه؟ هلا عندك بالاحزمه الملونه العادي تقريبا شهر شهرين حسب كيف الطالب وتطوره. بالاحزمه الاسود من واحد لاثنين مثلا بدك فرق سنه، من اثنين لثلاثه فرق سنتين، يعني بين كل دان ودان بالحزام الاسود اللي هن التسعه بتكون الفتره اطول. فتره بالضبط. اوكي. هلا بدنا نشوف مع دانا اهم حركات التايكوندو، كمان بدها تشرح لنا عن تحيات التايكوندو. اليوم رح نتعلم سوا حركات تايكوندو. بالاول بدي اورجيكم حركات الايدين اللي بنستخدمهم اكثر بالبومسي والعروض. في عندنا الدفاع الاسفل بنستعمله للدفاع للمنطقه السفليه زي هيك باليمين وباليسار. في عندنا الدفاع الوسط اللي هو بندافع فيه عن اي ضربه بتيجي عنا على المنطقه الوسطى، بنرجع بايدنا لورا ومن قدام وبنسحب مع بعض.
والدفاع الأعلى اللي هو بيغطي منطقة الوجه أو نحكي المنطقة العلوية بيجي زي هيك. هلأ هيك بكون ورجيتكم دفاعات الإيدين. هلأ إحنا بنركز أكثر برياضتنا على الرجلين خصوصاً بالقتال بالفايت. فهلأ أورجيكم حركات الأساسية للرجلين. عنا الحركة الأولى السناب كيك، بنطلع فيها من هون من ضمن الركبة وبنضرب بالرجل زي هيك جهة الشمال. في عنا الحركة الثانية التيرنينج كيك، وبتيجي بنضم الخصر لفور لقدام وبنضرب بالركبة زي هيك. في عنا الرايزنج كيك اللي هي الضربة المستقيمة، تطلع الرجل من أسفل لأعلى منطقة اللي هي الوجه زي هيك. في الضربة الثانية السايد كيك اللي بنستعملها بي يا إما لما يكون الخصم هاجم نضربه فيها أو إنه إحنا ما نقدر نهشم فيها زي هيك. وفي عنا الضربة الأخيرة اللي هي الباك تيرنينج كيك، الرجل الخلفية بنستعملها بنلف لفة دائرية تقريبا 360 درجة عشان نصيب أعلى منطقة اللي هي الوجه زي هيك. وهيك بكون وجيتكم أهم حركات الرجلين والإيدين بالتايكوندو. شكرا دانا. شكرا لك. بهيك بتكون فقرتنا لهذا الأسبوع خلصت. تابعونا مع رياضة جديدة الأسبوع الجاي.